من الواضح كده ان الفنان احمد سعد مصمم ومصر انه يثبت لنا ان اختياراته فعلا مدمره حياته. خلاص والله يا استاذ احنا مصدقين حضرتك، كفايه اول حد كده. عندك معلومه ان الفنان احمد سعد في اخر كام سنه يعتبر من اكتر الفنانين اللي اتجوزت واتطلقت، وبعد كل مره يطلق بتكون النهايه مش احسن حاجه، وكل مره طليقته تطلع على السوشيال ميديا وتقول ده كان يوم اسود يوم معرفتك. لو انت ما تعرفش السبب الحقيقي ورا طلاق الفنان احمد سعد وزوجته مصممه الازياء علياء بسيوني، تعالى وانا اقول لك الحكايه. بنت الفنان احمد سعد تعرضت لحادثة عربية، وكانت الحادثة قبل سفر أحمد سعد للسعودية بيوم واحد، حفلة ليلة الدموع. ولكن بعد ما عرف أحمد سعد إن بنته بخير، قرر الفنان أحمد سعد إنه يكمل الحفلة وما يرجعش لمصر. وبعدها بيومين حصلت مفاجأة ما كانش أي حد فيهم متوقعها، وهي تورم جامد في رجل بنت أحمد سعد الرضيعة. وقتها نشرت علياء على صفحتها ستوري على الانستجرام في رجل بنتها اللي كانت ورمة، وكلمت أحمد سعد عشان يجي يقف جنبها في الوقت ده. لكن أحمد سعد نزل من السعودية على الساحل الشمالي، ولا كأن في مصيبه لازم يكون فيها موجود جنب مراته وبنته، وده اللي فجر الازمه ما بينهم. وهددت ساعتها علياء بالطلاق، وقالت في بعض تصريحات ليها ان دي مش اول مشكله ما بينهم، وان في خلافات اسريه بينها وبينه كتير، بس ولا واحده من الخلافات دي هي الخيانه، وان احمد سعد كان مخلص ليها طول فتره جوازهم وما خانهاش خالص. وانفصل الفنان احمد سعد عن زوجته مصممه الازياء علياء بسيوني، وده على حد قولها برغبه منه في انهاء العلاقه. وبعد اعلان علياء بسيوني طلاقهم على ستوري على الانستجرام، واللي قالت فيها ان سبب الانفصال انه من اصل غير طيب ومعدن سيء، وكتبت علياء الحمد لله على كل شيء، وان تم الطلاق بيني وبين احمد من شويه بناء على رغبته، حب اشكر احمد جدا على اصله غير الطيب ومعدنه السيء، وحب اقول له شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق وتدمير اسرتنا الجميله واللي انا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما، حاولت وعديت بمواقف مفيش حد مكان يقبلها عشان خاطر الاسره دي، شكرا على توقيتك الجميل وانا قاعده ببنتي 3 ايام وانت مش عارف حاجه ومشغول في الساحل بخروجاتك. وقالت كمان شكرا على المقلب اللي انا خدته في العلاقه دي، واللي كنت فاهمة ان انا ليا فيها قيمة وببني وبضحي وبتنازل عشانها، وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا انا وبنتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت. اعد وقدم الحلقة دي انا عبد الله محمد، وما انتجها لكم رامي عكاشة وميدو هود. لو عجبتك الحلقة اعمل لنا لايك وكومنت، وتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، وعلى قناتنا على اليوتيوب برنامج يا خبر.